برضو في جزء برضو عايز نوضحه، اللي هي ممكن يقول لك ارسم لي رسمة توضح فيها التونسيلر بت. انا عايز نفتكر مع بعض كده بس حتة صغيرة. ده كان السجل سيكشن بتاعنا اللي كنا بناخده في الهيد والنك، ده اللي هو الهارد بالات وده السوفت بالات، ده التانج، وكان في حاجة اسمها بالاتو جلوسال فولد. طبعا احنا شايلين الميوكوس من بريق، ودي بالاتو جلوسس، ودي من دي البلاتو ايه فارنجس، وكان في عضله جوه ايه اللي هي القلوب بتاع الفارنج نفسه، دي سبير كونستريكتور، وفي تحت عضله اسمها ميدل ايه كونستريكتور. يعني دي اسمها بلاتو جلوسس بلاتو فارنجس، والعضله دي اسمها سبير ايه كونستريكتور ايه ماسل. طب طبعا دي كانت حاجه اسمها بلاتو جلوسال ارش، ودي او فولد يعني، وبلاتو فارنجال ارش او فولد، ودي سبير كونستريكتور ماسل، وتحت الميدل كونستريكتور، وده الايه وده التانج. فطبعا هنا دي اسمها تونسيلا فوس. فبيقول لك ارسم لي بقى ايه التونسيلا بيد. في رسمه رسمتين عندكم، رسمه في الكتاب فيها المنظر ده، ورسمه تانية احنا رسمناها في الحصه اللي هي المقطع بتاع الايه التونسيل ده. دي اجمل طبعا واحلى من دي بكتير قوي. طب ازاي نرسم الرسمه دي؟ ايه اللي واضح فيها يعني؟ بصوا معايا كده. فانا كل اللي هعمله يعني بالظبط الرسمه دي هرسمها، ادي البلد اهو ماشي، بعدين ادي البلاتو، طبعا البلاتو جلوسال ارش او فولد، البلاتو فارنجيال ارش او فولد برضو، هنا ده التانك اهو، بعد كده هنا في عضله اللي هي سبير كونستريكتور، وهنا عضله اسمها ميدل ايه كونستريكتور، سبيرو ميدل كونستريكتور، ده قلنا عباره عن ايه ده؟ ده التانج ماشي، ده البلاتو جلوسال ارش، وده البلاتو فارنجال ارش، دي احنا قلنا مين؟ سبير كونستريكتور، وده الميدل كونستريكتور، وقلنا في جابه اهي شايفينها بين او في الحته اللي بين السبير والميدل كونستريكتور بعد منها حاجتين، عضله ونيرف. العضله اللي هي الستايلو فارنجس، والنيرف اللي هو مين؟ الجلوسو فارنجال ايه؟ نيرف. يبقى دي بلاتو فارنجيال ارش، وده اسمه بلاتو جلوسال ارش، وقلنا دي سبير كونستريكتور والميدل. العضلات دي هنا العضله اللي معدي اللي بيعدي بين السبير والميدل كونستريكتور، في عندنا ستايلو فارنجيس، وفي عندنا نيرف التاسع اللي هو جلوسو فارنجيال نيرف. وبعدين هرسم كده ايه قال يعني حاجه بتخرج من العضله هنا اللي هو التونسيلر ارتري، اللي كان قلنا الفيشل بيدي تونسيلر ايه برانش، هو تونسيلر بس ده في حاجات كتير، تونسيلر ارتري والتونسيلر بتاع الاسندنج بلاتاي وتونسيلر فين وبرده تونسيلر فين، سواء ده المرسوم عندك في الكتاب وكاتب عليها البيد بتاع البلاتاي التونسيل، تونسيلر ايه تونسيلر بيد. في رسمه ثانيه احلى اللي احنا كنا رسمناها في الحصه اللي هي كانت واخد كده كورونال سيكشن في التونسيل، افكركم بس بيها بسرعه كده. احنا كنا بنرسم الايه السبير كونستريكتور، ثواني بس اظبط لكم يعني السبير كونستريكتور هيك كده، وكان اللي هي الرسمه دي، وكان التونسل في المنطقه دي هنا كده اهي، والكبسول بتاعها اهو بالمنظر ده التونسل. طبعا ايه كان هنا في الفيشيال، وبيدي اللي هو الاسندنج بلاتاين برانش بتاعه وتونسيلر، وده بيدي برده هو كمان تونسيلر. الرسمه دي اللي هي واخد الكورنال سيكشن بتاع مين بلاتاين تونسل. لو عايز ترسم الرسمه ديت كويسه ارسم الرسمه الثانيه برده، لو قال لك تونسيلر بيدي ترسم الثانيه برده شغاله واسهل ماشي، ارسم الاثنين لو قال لك تونسيلر بيد، ادي رسمتين يعني للرسم نفس الموضوع، مش هتفرق كتير قوي يعني، بس يعني عندكم في الكتاب رسم ديت ان هي دي اسمها البيد بتاع البلاتاين ايه تونسل يعني، او منطقه التونسيلر ايه فص. ممكن يقول لك ارسم لي المكان بتاع التونسيلر فصه او البيد بتاع البلاتاين ايه تونسل. الرسمه دي او الرسمه دي دي واضح طبعا كل الريليشن بتاع التونسل، الكبسول والسبير كونستريكتور والارترز والفينز اللي موجوده هنا، جميله جدا الرسمه دي. ودي لو قالك الفصة برضه او الايه البيت ممكن برضه تمشي، الاتنين شغالين يعني.